السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده معانا فيديو جديد هنتكلم فيه ازاي او طريقه منع الاهتزاز في الفيديو. يعني لو انت مصور فيديو وفي اهتزازات كتير، يعني في ناس بتصور الفيديوهات وهي بتتحرك فبيظهر اهتزاز في الفيديو، او مثلا تلاقي الكاميرا طلعت فوق ونزلت تحت، تيجي يمين شمال فمش مظبوطه، فانت محتاج الفيديو ده ضروري ولازم تمنع منه الاهتزاز اللي فيه. طبعا طريقه سهله جدا وبسيطه باستخدام برنامج بريمير. يلا بينا نروح نشوف الشرح، بس قبل ما نروح متنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو. هنخش طبعا على برنامج البريمير بتاعنا، هنسحب الفيديو اللي احنا هنعمل عليه المونتاج، نخلي دي بروجكت كده علشان نقدر نشتغل عليه. نسحب الفيديو كده ونيجي هنا كده، وبعد كده هنضيف الفيديو في منطقة العمل بتاعتنا. اول حاجة انا لو اتفرجت على الفيديو نفصل الصوت بس عشان ما يحصلش اي شوشرة في التسجيل. لو شغلنا الفيديو لو لاحظنا تلاقي الفيديو مني عمال يطلع وينزل زي ما احنا شايفين، الكاميرا مش ثابتة. انا عايز اثبت الكاميرا دي، اعمل ايه؟ طبعا انا هقص الاماكن او الجزء اللي انا عايز اعمل فيه اثبت الاهتزاز ده، او لو انا عايز اعمله على الفيديو كله. وليكن مثلا انا هجيب الحته اللي فيها اهتزاز، انا همسح الحته الاخيره دي كده تمام عشان بس ما ياخدش وقت ويطول عليكم في الفيديو. وبعد كده هنيجي عند افكت وهنبحث عن التاثير اللي هيمنع الاهتزاز ده. هنكتب وورد، هي ظهرت قدامنا اهي. هنسحب التاثير ده كده ونضيفه على الفيديو، هنسحب كده ونضيفه على الفيديو. نيجي بقى هنا هنبص بقى الاعدادات بدأت تظهر. لو لاحظت هنا هتلاقيه بيعد 4% 5%، طبعا هتستنى لحد ما يوصل 100%، وبعد كده هيبدأ يعمل معالجة. وبعد كده هتبص تلاقي الفيديو بتاعك اتمنع في الاهتزاز، وبقى كأن الفيديو انت مصوره مثلا على ستاند او الفيديو الكاميرا فيه ثابتة. طبعا الموضوع بسيط جدا ومفيهوش اي مشكلة، ولو انت مش محتاج حد محترف يعني يعمله، تابع الخطوات وهتلاقي نفسك عملت الموضوع ده بسهولة. طبعا في ناس بتقول لك انا بريمير صعب والواجهة بتاعته رخمة، لا هو الموضوع سهل جدا، انت بس لو حفظت الاماكن وحفظت الحاجات اللي انت عايز تعملها هتلاقي نفسك بتستخدم بريمير عالي جدا، وكل مرة هتعرف حاجة اكتر. يعني مثلا انا ممكن اكون عارف انا بخش الفيديو بتاعي على اليوتيوب، فانا داخل انا عارف انا اعمل ايه والاماكن فين وهضيف ده ازاي. لو جيت مثلا سألتني في حاجة ممكن تلاقيني معرفهاش، بس انا لو تابعتها هعرفها. تمام كده عمل الفلترة وظبط الدنيا ومنع الاهتزاز من الفيديو. لو جينا كده جربنا الفيديو ونشوف، هنبص نلاقي الفيديو زي ما احنا شايفين قدامنا ماشي ببطء، يعني تحس انك انت ايه الكاميرا ثابتة. طبعا في تقطيع في البتاع بس عشان ايه لسه معمول، نراجع تاني كده. ولو لاحظت كده التأثير اللي اتعمل زي ما احنا شايفين قدامنا، بص تلاقي ايه الاهتزاز اتمنع. طب نلغي التأثير ونشوف الموضوع عامل ازاي. ده طبعا التأثير اللي احنا عملناه، نلغيه كده ونشوف. هتبص تلاقي الكاميرا طالعة نازلة زي ما احنا شفنا قدامنا. نرجع التأثير تاني، طبعا بتلغي التأثير هنا لو انت عايز تشوفه قبل وبعد، لو ضغطت كده التأثير اتلغى، لو رجعته تاني هيرجع. نشوف كده بالتأثير، هتبص تلاقي الموضوع اختلف تماما، الموضوع هيختلف معاك تماما، هتلاقي ايه الكاميرا ثابتة في الفيديو. وبس كده ببساطة نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو متنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو، واشوفكوا في فيديو جديد ان شاء الله.